بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، الحديث الثامن، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الحديث الثامن من الأربعين النووية، وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم على أي شيء يقاتل الكفار، وهو أصل في الجهاد في سبيل الله، ومشروعية الجهاد في سبيل الله، ومبادرة الكفار، وكل من لم يدخل في هذا الدين بالقتال إن لم يستجب لهذا الدين، وإن كان لهذا الأمر وهو الجهاد في سبيل الله له شروط وضوابط ينبغي التنبه لها، وأن الأمر يكون مشروعا ولكن بشروط، كما أن سائر العبادات تكون مشروعة ولكل عمل شروط لا بد من استيفائها قبل العمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس. قوله أمرت هنا أسند الفعل لما لم يسمى فاعله، والآمر هو الله عز وجل، والمأمور هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت فالآمر هو الله، وإذا قال الصحابة أمرنا فالآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة إنما يتلقون الشرع من النبي صلى الله عليه وسلم. في قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت هنا بإسناد الفعل له، فيه إشارة إلى أن الأمر هنا إنما يخاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أمرت، وإنما قال أمرت، وهذا فيه دلالة لأن النظر في أمر الجهاد ومقاتلة الكفار إنما يكون لولي الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو المأمور وهو الذي ينظر في هذا الأمر، فإذا أمر الرعية كانت الرعية مخاطبة بهذا. ومما يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث عليا إلى خيبر قال: فإنهم أجابوك إلى ذلك فقد عصموا منك دماءهم وأموالهم، ولم يقل منكم، في إشارة إلى أن الأمير هو الذي ينظر في القتال، قال عصموا منك، فكذلك الأمراء بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم مخاطبون بهذا الأمر، مخاطبون بأمر الجهاد، هم الذين ينظرون فيه وهم الذين يندبون الناس إليه، فإذا ندبوا الناس إلى أمر الجهاد أصبح هذا الجهاد متعينا على كل من خوطب به، وأصبح مخاطبا به كل فرد. ثم إن الناس بعد ذلك يتفاوتون في قدرتهم على الجهاد كما هو معلوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الأمة بأمر الجهاد في غزواته، ولكنه لم يخاطبهم على سبيل التعيين على كل فرد إلا في غزوة تبوك، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يندب للأمة كلها النفير إلى الجهاد في كل معركة، وإنما ندبهم في معركة واحدة في غزوة تبوك. قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس، القتال هنا هو الجهاد، الجهاد في سبيل الله ومحاربة أعداء الله عز وجل، وفرق بين الجهاد بين القتال والقتل، فالقتال هو مجاهدة
من أمر الشارع بجهاده، سواء كان من الكفار أو من الخارجين على الإمام أو ممن أمر الشارع بجهاده. فالقتال هو المحاربة والمجاهدة لمن أمر الشارع بجهاده. وأما القتل فهو أضيق من هذا، فإنه ليس كل من أمر بقتاله أذن بقتله، فقد يؤمر بالقتال ولا يؤذن بالقتل. ولهذا شرع لنا جهاد الكفار، ولكن لم يشرع لنا أن نقتل كل من نتمكن من هؤلاء، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل المرأة وعن الصبي وعن الشيخ الفاني، وكذلك نهى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل البغاة، إذا ما فروا فإنه لا يتبعون ولا يجهز على جريحهم، كما كان على ذلك هدي علي رضي الله عنه في قتال الخوارج، أنه نهى أن يتبع مدبرهم وأن يجهز على جريحهم. وكذلك أفتى الأئمة كالإمام أحمد وغيره في من قاتل دون ماله أنه له أن يقاتل وليس له أن يقتل. فإذا لم يمكن المدافعة إلا بالقتل قال الإمام أحمد فأبعد الله المقتول، وأما إن لم يحتج إلى قتله فإنه لا يقتل، بل ذكر العلماء أنه إذا فر بالمال فإنه لا يتبع، ومن أهل العلم قال إنه يتبع، لكن كالمتفق عليه بين أهل العلم، بل فيما يحضرني أنه متفق عليه أنه إذا ترك المال وفر فإنه لا يتبع. وهذا دليل على أن هناك فرق بين من يؤذن بقتاله كالذي يعتدي على الأموال وبين من يؤذن بقتله. ومما يدل على هذا قول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فأمر الله عز وجل بقتال الطائفة الباغية قال حتى تفيء إلى أمر الله، ولم يقل حتى تقتلوه، فإنما أمر بقتالهم لزجرهم ومن أجل رجوعهم إلى الحق، فإن فاءوا فإنه لم يؤذن بقتلهم. وهذا الأصل هو الذي تمسك به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قتال الخارجين، أنهم يقاتلون لدفع شرهم، فإذا اندفع شرهم بهذا فإنهم لا يقتلون. ولهذا أمر الله عز وجل هنا بقتال الطائفة الباقية، والقتال هو المحاربة والمدافعة، لكن من قتل في القتال فإن دمه هدر ولا يؤخذ به من قتله، بل إن قاتله مثاب إذا أراد قتاله ولم يرد قتله، أما إذا تعمد قتله فإن هذا مما لم يؤذن فيه. ولهذا كان في المعركة أو في المعارك التي حصلت بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن اجتهاد وتأويل، أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتعمد قتل المحارب له، وقال أحدهم لعمار بن ياسر رضي الله عنه أتريد أن تقتلني يا أبا اليقظان؟ قال لا اذهب. فهذا دليل على الفرق بين القتال والقتل. ومما يدل على التفريق بين حكم القتل والقتال قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل أخيه. لاحظوا سؤال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا القاتل فما بال المقتول؟ ولو كان حكم القتال هو حكم القتل لما سأل الصحابة عن هذا، لأن هذا قاتل وهذا قاتل، فلو كان كل من قاتل يؤخذ بحكم من قتل فإن هذا لا يشكل، فكلاهما قاتل وكلاهما يعامل معاملة من قتل. لكن الصحابة سألوا قالوا هذا القاتل إذن هو قتل فما بال المقتول؟ فماذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو كان القتال هو في حكم القتل لقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قاتل وحكم المقاتل هو حكم من قتل، لكن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه كان حريصا على قتل أخيه، فأخذ بالحرص على القتل ولم يؤخذ بالقتال، أخذ بالحرص على القتل. ومن هنا أخذ العلماء قاعدة أن من حرص على المعصية ولم يمنعه منها إلا العجز فهو مؤاخذ بها. فهذا الرجل لم يؤخذ
بحكم القتال، وإنما أخذ بحرصه على القتل، فاشترك في الحكم لأن أحدهما قتل والآخر كان حريصا على القتل. وهذا مما يدل على التفريق بين القتال وبين القتل في أحكام الكتاب والسنة. قال: أمرت أن أقاتل الناس. وإذا جاء الأمر هنا بقتال الناس فهذا لا يعني أن يقتل كل فرد من أفراد هؤلاء الذين أمرنا بقتاله. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. القتال هنا لمن لم يشهد بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهذا القتال هو للكفار الذين لم يدخلوا في الإسلام. لكن ينبغي أن يعرف أن الكفار على قسمين: محاربين وأهل هدنة. أما المحاربون فهم الذين يشرع قتالهم وهم الذين أذن بقتالهم، ولكن العلماء اختلفوا بعد الإجماع على قتالهم، هل يشترط قبل قتالهم أن يعرض عليهم الإسلام أم لا. فمن أهل العلم من رأى أنه لا بد من إنذارهم قبل القتال، ومنهم من لا يرى ذلك، ومنهم من فرق بين من بلغتهم دعوة الإسلام أم لا. وهذا في حق عامة الكفار. ثم إن هناك عرضا ثالثا في حق أهل الكتاب، فإن أهل الكتاب يخيرون بين الإسلام وبين القتال وبين الجزية، والجزية إنما تأخذ من أهل الكتاب ولا تأخذ من الوثنيين ولا تأخذ من المرتدين. وحصل خلاف بين أهل العلم في من لهم شبهة كتاب كالمجوس، هل يلحقون بأهل الكتاب في أخذ الجزية منهم أم لا. فهذا مما يدل على أن من خير بين الإسلام وبين القتال وبين الجزية فاختار الجزية، أنه لم يؤذن بقتاله إن كان من أهل الكتاب. وكذلك إن أنذروا إلى الإسلام واستجابوا فإنهم لا يقاتلون. وأما أهل العهد فهم على ثلاثة أصناف: أهل الهدنة وهم الذين هادنهم المسلمون في ديارهم، كما حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش في صلح الحديبية. فأهل الهدنة هم الذين يهادنهم المسلمون والإمام على ما هم فيه في ديارهم، وسواء كانوا من أهل الكتاب أو من غيرهم، لأنه قد يكون لا يكون للمسلمين قدرة على قتالهم. وسواء كانت هذه الهدنة على دفع جزية يدفعها الكتابي ولا تقبل من غيره، أو أنه على أمر يدفعه المسلمون للكفار إذا كان ليس لهم قدرة على القتال. فهؤلاء هم أهل الهدنة، وقد بسط العلماء في كتب الفقه أحكام هؤلاء. القسم الثاني أهل الأمان، وهو من دخل إلى ديار المسلمين بأمان من ولي الأمر أو بغيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. فإذا أمن رجل من المسلمين رجلا من الكفار فإن له أمان أن لا يقتل حتى يرجع إلى بلده، فعند ذلك يكون حكمه حكم أهل بلده. فهؤلاء المستأمنون مثل الرسل الذين يكونون بين المسلمين وبين غيرهم، ومثل من دخل إلى ديار المسلمين لحاجة المسلمين، ومثل من أدخلهم ولي الأمر لحاجة المسلمين، فإن هؤلاء لا يقاتلون. وأما القسم الثالث فهم أهل الذمة، وأهل الذمة هم الذين دخلوا ديار المسلمين بذمة على أن يدفعوا الجزية للمسلمين. والحكم بينهم وبين أهل العهد أن أهل العهد في ديارهم، وأهل الذمة في ديار المسلمين يدفعون شيئا من الجزية مقابل حمايتهم وصون أعراضهم ودمائهم، ويعيشون في بلاد المسلمين. والحكمة من مشروعية بقاء أهل الذمة في ديار المسلمين هو أن هؤلاء إذا بقوا في بلاد المسلمين أنهم يعرفون الإسلام ويعرفون أهل الإسلام. ولهذا كثير من أهل الذمة دخلوا في الإسلام لما رأوا من العدل في بلاد المسلمين، ولما رأوا من الرفق من حكام المسلمين. وهذه من مقاصد الإسلام العظيمة التي قد تخفى على البعض، فإن الدعوة إلى الإسلام كانت بطرق شتى وليست بالدعوة فقط بالكلمة،
وإنما كانت بالقتال، وأحيانا تكون بالإذن لهم بأن يدخلوا في ديار المسلمين وأن يدفعوا الجزية، وتأخذ منهم الجزية في مقابل حمايتهم. إذن هذه أقسام الكفار. فإذن الذين يحاربون هم أهل الحرب الذين ليس لهم عهد، الذين ليس لهم عهد. ثم إن هؤلاء الذين يحاربون اختلف كما تقدم أهل العلم في البدء بإنذارهم أم أنهم يبادرون بالقتال، هذا فيما يشترط في قتالهم. أما على أي شيء يقاتلون فهناك خلاف بين أهل العلم تبعا لما جاء في هذا من النصوص. فمن أهل العلم قال يقاتلون على لا إله إلا الله فقط، ومنهم من قال يقاتلون على لا إله إلا الله محمدا رسول الله، ومنهم من قال يقاتلون على ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا في حديث عبد الله بن عمر على الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وسبب الاختلاف بين أهل العلم في هذا هو ما جاء من النصوص في هذا الباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. وقال لأسامة بن زيد لما قاتل الرجل وقال لا إله إلا الله قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فهذه الأحاديث تدل على أنه يعصم دم الكافر وماله بقوله لا إله إلا الله، وإن لم ينطق بالقسم الثاني من الشهادتين وهو شهادة أن محمدا رسول الله. قال العلماء إن الكف عن قتالهم يكون بلا إله إلا الله، فإذا قالوها بين لهم شرط الإسلام وهو أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن قالوا الشهادة الثانية دخلوا في الإسلام، وإن لم يقولوها فإن دماءهم عصمت بهذه الكلمة ولم تدخلهم في الإسلام. فإذا لا إله إلا الله شرط في عصمة الدم والمال، والشهادتان هما شرط في دخول الإسلام. فإذا قال الرجل لا إله إلا الله بين له أن هذه الكلمة لا تكفي حتى يشهد أن محمد رسول الله، ثم إذا نطق بالشهادتين بينت له الأحكام. لكن الخلاف هنا في من الذي يعصم به دمه، هل مجرد قوله لا إله إلا الله أو لا بد من النطق بالشهادتين؟ الذي يظهر من النصوص وعليه كثير من المحققين أن الكافر إذا قال لا إله إلا الله أنه يعصم دمه وماله بهذا، ثم ولكن هذه الكلمة لا تكفي في دخوله الإسلام حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا على قول لأهل العلم. وعلى قول آخر أنه لا بد أن ينطق بالشهادتين، لأن لا إله إلا الله لا تنفع حتى ينطق بشهادة أن محمد رسول الله. والنصوص التي جاءت إنما جاءت بذكر لا إله إلا الله التي هي متضمنة شهادة أن محمد رسول الله. ولكن إذا جاء الاجتهاد هنا في الدماء فينبغي أن يؤخذ بالأحوط وأن يغلب جانب العفو هنا، لأن الاجتهاد في العفو خير من الاجتهاد في العقوبة. فينبغي أن يعصم الدم بهذه الكلمة ثم بعد ذلك يعرض على الإسلام. ثم إن هذا الذي يقول لا إله إلا الله لربما إذا بينت له أحكام الإسلام قبلها ودخل في الإسلام وكان قوة للمسلمين وكان في هدايته أجر عظيم لمن صبر عليه حتى نطق بالشهادتين ودخل في الإسلام. على قول آخر لأهل العلم أنه لا بد من النطق بالشهادتين مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، واستدل من استدل بهذا لهذا بحديث عبد الله بن عمر هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه أمر بقتال الناس حتى ينطقوا بالشهادتين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وقالوا إن الأحاديث التي فيها الكف عن قتال الكفار بقول لا إله إلا الله هذا في بداية الإسلام، لكن ذكر المحققون أن هذا غير مسلم، فإن بعض هذه الأحاديث متأخرة. والصحيح الذي ذهب إليه المحققون أن الرجل يقتل على ترك الصلاة، يقاتل على ترك الصلاة ويقاتل على ترك الزكاة، لكن لا يقاتل ابتداء إلا بعد أن يدخل في الإسلام. وهذا التفصيل هو الذي ذكره المحققون وذهب إليه ابن رجب رحمه الله.
هذا في ما يقاتل عليه الكفار، أنهم يقاتلون على لا إله إلا الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا فيه دلالة على أنه لا يكفي الإيمان والاعتقاد بصدق الشهادتين حتى يشهدوا ويقولوا لا إله إلا الله. ومن هنا أخذ أهل العلم قاعدة على أن الدم لا يعصم باعتقاد صحة الشهادتين حتى يصحب ذلك النطق وأن يتلفظ بلسانه مع اعتقاد قلبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة. وقد تقدم الخلاف في اشتراط إقامة الصلاة في قتل الكفار، والتحقيق في هذه المسألة أنه يقال إن تارك الصلاة لا يخلو حاله، إما أن يكون كافرا أصليا فلم ينطق بالشهادتين، وإما أن يكون نطق بالشهادتين ولكنه لم يصلي. وهذا التقرير هو في حق الطائفة الممتنعة عن إقامة الصلاة، أما الأفراد فسيأتي حكمه. إذا امتنع الطائفة من إقامة الصلاة يقال لا يخلو حالها من أمرين، إما أن تكون دخلت في الإسلام وإما أن تكون لم تدخل في الإسلام. فإن لم تدخل في الإسلام فلا إشكال، فإن هؤلاء يقاتلون لعدم نطقهم بالشهادتين. لكن ثمرة الخلاف أنه هل يمسك عن قتالهم إذا نطقوا بالشهادتين ولم يصلوا؟ هذا الذي يظهر يعني من النصوص، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأمرهم بالصلاة حتى يقبلوا الشهادتين. وهذه المسألة محل خلاف كبير بين أهل العلم، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ فمن قال أنهم مخاطبون بفروع الشريعة قال يقاتلون على إقامة الصلاة، ومن قال أنهم لا يخاطبون بفروع الشريعة ويستدلون لهذا بحديث معاذ وبعث النبي صلى الله عليه وسلم له إلى اليمن، قال أنهم لا يقاتلون على ترك الصلاة وإنما يقاتلون على شهادة أن لا إله إلا الله، أو يقاتلون على الشهادتين جميعا. فإذا نطقوا بالشهادتين فإنهم بعد ذلك يبين لهم الإسلام وأركان الإسلام ويدعون إلى ذلك، فإذا أصروا بعد ذلك فلهم حكم آخر. إذن هذا في حق من لم ينطق من لم يقم الصلاة ممن لم ينطق بالشهادتين. وأما من نطق بالشهادتين أو هو مسلم من المسلمين وامتنع من إقامة الصلاة، فإذا كانت طائفة ممتنعة فإنها تقاتل. وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على قتال من ترك الصلاة من أهل البلدان، واحتجوا لهذا بقول أبي بكر رضي الله عنه لما رجعه عمر في قتال مانعي الزكاة، قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. قال العلماء فجعل قتال تارك الصلاة أصلا مقيسا عليه، فدل على أنه متفق عليه، ولو كان الأصل مختلف فيه لما قاس عليه. قال لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فدل على أن قتال مانعي والممتنعين من الصلاة أنه متعين. قد نقل بعض أهل العلم الإجماع على هذا. وأما قتال مانعي الزكاة فهو محل خلاف أيضا بين أهل العلم، تبعا لاختلاف في الأصل الأول، وهو هل الكفار مخاطبون بأصول بفروع الشريعة أم لا. ومن أهل العلم من رأى قتالهم وأنهم يقاتلون، وهذا على التفصيل السابق في من نطق بالشهادتين وأقام الصلاة ثم امتنع عن الزكاة، فمن أهل العلم من يرى قتالهم، واستدلوا لهذا بقتال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لمانعي الزكاة وأنهم يقاتلون حتى يؤدوا الزكاة. ومنهم من لم يرى قتال مانعي الزكاة إذا أقر بوجوبها، وهو مذهب الشافعي والإمام مالك ورواية للإمام أحمد. وأما بقية الأركان فأيضا حصل الخلاف بين أهل العلم لأنها تبع لما نص عليه في هذا الحديث. فمن أهل العلم من رأى قتال أيضا من ترك الصيام، وهو مذهب الإمام مالك وأحمد.
وكذلك قتال من ترك الحج وهو رواية للإمام أحمد. وممن قال بهذا من الصحابة عمر رضي الله عنه، فإنه قال لو امتنع قوم من الحج قاتلناهم كما قاتلنا من ترك الصلاة والزكاة. إذن هذا الخلاف في قتال من امتنع من فأدية هذه الأركان، وهذا في حق من نطق بالشهادتين وامتنع من شيء من هذه الأركان، وهذا أيضا في حق من لهم شوكة ومنع أو كانوا من أهل بلد. وأما الرجل إذا ترك الصلاة أو شيئا من هذه الأركان فهل يقتل أو لا يقتل؟ وهنا انتقل الحكم من القتال إلى القتل، ولم يقل العلماء أنه يقاتل لأنه ليست له شوكة ولا منعة، وإنما هو متمكن منه، فهل يقتل بتركه لهذه الأركان وإن كان يقر بوجوبها أم لا؟ المشهور عند أهل العلم والذي عليه الجمهور وهو قول الإمام مالك والشافعي والإمام أحمد أن من امتنع من تأدية الصلاة أنه يستتاب، فإن صلى وإلا قتل. ثم اختلفوا في قتله هل هو ردة أم أنه تأديبا له وزجرا. ثم حصل هناك خلاف في قتل من امتنع من الزكاة، كذلك الخلاف في بقية الأركان، والخلاف مشهور بين أهل العلم. فهذا في حكم القتال، وفي حكم من قتل، وفي حكم قتل من ترك شيئا من هذه الأركان سواء كانوا من أهل الشوكة أو من الأفراد. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. اختلف العلماء في معنى حتى هنا، هل هي للتعليل فيكون التقدير حتى أمرت أن أقاتل الناس من أجل أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، أو أنها للغاية ويكون التقدير أمرت أن أقاتل الناس لهذه الغاية أن يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وقد تكون ثمرة الخلاف في حق من قتل ووعد بالنطق بالشهادتين، فإذا كان القتال من أجل أن ينطق بالشهادتين ووعد بذلك فالسبب الذي قتل من أجله وعد به فيكف عن قتاله. ومن قال إن حتى هنا للغاية يقول أنه لا يكف عن قتاله حتى ينطق بالشهادتين، ولا يمسك عن قتاله حتى ولو طلب مهلة أن ينطق بها وأن يدخل في الإسلام، فإنه يقاتل حتى ينطق بها. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. اختلف العلماء في إقامة الصلاة ما المقصود بها، هل هي مجرد الصلاة في الجماعة أو لا بد أن يؤذن لها ويقام؟ من أهل العلم قال حتى إذا صلوا، فإذا لم يسمع في البلد أذان ولا إقامة فإن هذه الشعيرة غير ظاهرة فإنهم يقاتلوا، لأن الأذان من إقامة الصلاة، فيقاتل أهل البلد على ترك الأذان وعلى ترك الصلاة. قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. قال فإذا فعلوا ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا عملين، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وذكر قولا. ومن هنا أخذ أهل العلم على أن القول من الفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر القول قال حتى يشهدوا ثم قال إذا فعلوا، وهذا الذي دلت عليه النصوص، فإن عامة النصوص التي دلت على المجازاة بالعمل يدخل فيها عمل اللسان، كقول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، بإجماع أهل العلم أن الذكر داخل في العمل، وهذا من إطلاق العمل على القول ولا حرج في ذلك. لكن أنكر بعض أهل العلم أن يطلق على النطق بالشهادتين أنها من العمل، لما احتج بعض المرجئة على أن النطق بالشهادتين أنه من العمل، وأنه إذا صدق فإن العمل ليس من الإيمان. فعند ذلك إذا كان التوصل إلى هذا التقرير يتوصل به إلى معنى باطل فإنه يمنع منه،
وأما أن يطلق العمل على القول فهذا وارد في النصوص، ومعلوم أن اللسان له عمل والقلب له عمل والجوارح لها عمل. قال: فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، عصموا دماءهم فلا تستباح دماءهم ولا يقتلوا، وأموالهم فلا تؤخذ. ويدخل في هذا كذلك الأعراض والنساء فلا تسبح نساءهم، وإنما بين هذا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه إذا عصمت الدماء والأموال فعصمة النساء من باب أولى. عصموا مني دماءهم وأموالهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم عصموا مني هذا إشارة إلى أن كل من عصم من النبي صلى الله عليه وسلم فيجب أن يكون معصوما من الأمة، فمن قتل من عصم النبي صلى الله عليه وسلم دمه فإنه مشاق للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد خفر عهد النبي صلى الله عليه وسلم وذمته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عصموا مني، فمن عصم النبي صلى الله عليه وسلم دمه وجب أن يكون معصوم الدم سواء كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد ذلك. قال: إلا بحق الإسلام. وحق الإسلام هو ما دل عليه الإسلام وما جاء الإسلام به من أنه يقتل، كالسيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة كما سيأتي في حديث عبد الله بن مسعود، فهؤلاء الثلاثة يقتلون بحق الإسلام. إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حكمين، حكما في الدنيا وحكما في الآخرة. أما حكم الدنيا فهو عصمة الدم والمال بهذه الأمور التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الحكم على الظاهر، أن من نطق بالشهادتين فإنه تقبل منه ولا يفتش عما في قلبه هل قالها مخلصا أم لا. ولهذا عصم النبي صلى الله عليه وسلم دم من قال لا إله إلا الله ولم يمتحن الرجل على ما في قلبه، بل عاتب أسامة على قتله الرجل الذي قال لا إله إلا الله في المعركة، والقرائن التي تحف بمثل هذا الرجل أنه إنما قالها تعوذا كما قال أسامة، ومع هذا عصم النبي صلى الله عليه وسلم دمه لأن إنما أمرنا بأحكام الظاهر، والإسلام هذا مبني على أحكام الظاهر، فمن أظهر الخير قبل منه ولم يفتش عما في قلبه، ومن أظهر الشر أخذ به ولم يفتش عما في قلبه. وقد يقول الخير من في قلبه الشر ولكن حسابه على الله، وقد يقول الشر من في قلبه الخير ولكن يعاقب وحسابه إلى الله عز وجل. فإذا الخير أو الشر إذا ظهر أخذ الناس بهما، وأما ما في القلوب فحسابه إلى الله عز وجل. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن حكم الدنيا وعصمة الدماء والأموال مبناها على الأحكام الظاهرة، ومن هنا عصم النبي صلى الله عليه وسلم دماء بعض المنافقين الذين كانوا في المدينة بعد أن جاءت النصوص بأسمائهم، بعد أن جاءت النصوص بأسمائهم كانت النصوص تأتي بأوصافهم وبما يعرفون به، فعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأوصافهم، ثم أوحى الله عز وجل إليه بأسمائه كان يعرفه، والذي يخبر عنهم رب العالمين الذي هو مطلع على ما في قلوبهم، فلما لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن أحكام الدنيا مبنها على الظاهر، وإنما هذا الحكم أوحى الله عز وجل به لنبيه صلى الله عليه وسلم لمصلحة من أجل أن يحذر هؤلاء، وإلا فأحكام الدنيا فإنه لم يؤخذوا بها، لم يؤخذوا بها. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: والمنافقون في الدنيا يعاملون معاملة المسلمين، ويوم القيامة هم حكمهم حكم الكفار، بل هم في الدركات السفلى من النار. قال الشيخ الإسلام: وكان حذيفة لا يصلي على من علم من هؤلاء المنافقين، وكان عمر لا يصلي على من لم يصلي عليه حذيفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسر لحذيفة بأسماء المنافقين، فكان حذيفة لا يصلي على من عرف نفاقه. قال شيخ الإسلام: وكل من عرف رجلا بعينه بنفاقه فإنه لا يصلي عليه، ولكن هذه المعرفة مبناها على يقين ليست الظنون والتخرص، لأن حذيفة عرفه عن طريق الوحي، وعمر مع فراسته ومع خبرته بالرجال فما اجتهد فيهم رضي الله عنه،
وإنما كان يسأل حذيفة عنه، وكان إذا رأى حذيفة لم يصلي على رجل لم يصلي عليه، وهذا دليل على أنه ليس لأحد أن يجتهد في هؤلاء ولا أن يشكك في نجات من يقول لا إله إلا الله، وإنما يعاملون معاملة الضحك، هذا حكمهم في الدنيا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وحسابهم إلى الله، يعني يحاسبهم بما في قلوبهم، وقوله وحسابهم إلى الله عز وجل أو على الله هذا يحتمل أمرين. الأمر الأول أي أن الله هو الذي يتولى محاسبتهم على ما في سرائرهم وما في قلوبهم، والأمر الآخر أن الله يتولى حسابهم يوم القيامة، لسنا ممن كلف بحسابه. وهذا أصل عظيم في أن أمر الآخرة وما عليه الناس في الجزاء والعقوبة فإنه لا يبحث عنه، ولكن يجب على كل مسلم أن يعتقد أن من مات على الإيمان أنه في الجنة، وأن من مات على الكفر أو النفاق فهو في النار، وأن من مات على النفاق فهو في الدركات السفلى من النار. ولكن نحن لا نقطع لكل من قال لا إله إلا الله بالإيمان الباطن الذي يدخله به الجنة، وقد تكون له ذنوب وهذه قد يطهر منها ثم يدخل الجنة، لكن القطع لمعين بجنة أو نار هذا الذي منع منه السلف، قالوا لا يقطع لمعين بجنة ولا بنار لسببين، لأن لا نعلم ما في الباطن، والإيمان إنما ينتفع به الرجل إذا ظهر على جوارحه وصدقه ما في وصدق ما في القلب ووافق ما في القلب، وأما إذا اختلف الظاهر والباطن فإن العبرة بما في القلب، فإن العبرة بما في القلب، فإذا كان الإيمان في القلب وأكره الرجل على كلمة الكفر فإنه لن يؤاخذ بما أكره عليه، أو كان الإيمان في القلب وأغلق عليه فقال كلمة الكفر لا يؤاخذ بها. فإذا وجد الإيمان في الظاهر ولم يوجد في الباطن فإنما يؤخذ بما في الباطن من الإيمان أو الكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم وحسابهم على الله، أي أن الله هو الذي يتولى حسابه، وهذا فيه دليل على أن هذه الدنيا هي دار عمل وليست دار حساب، وهذه مسألة مهمة ينبغي أن ينبه عليها وأن يتنبه لها من يشتغل بالدعوة وكذلك من يشتغل بأمر الجهاد، أن الدنيا أمرنا بأحكام في الدنيا نؤدي ما أمرنا به، فإن استجاب الناس لدين الله عز وجل فذلك خير، وإن لم يستجب فالمشروع هو أن نؤدي ما أمرنا به من قتال الكفار، فينبغي أن يكون بفقه فيقتل من أمر بقتله ويقاتل من أذن لنا بقتاله ويمسك من نهينا عن قتله ويصبر على من أمرنا بالصبر عليه، وهكذا إذا ما رأينا المخالفات في الدنيا فإنه لا ينبغي أن يعتقد أن هذه الدنيا أنها دار عقوبة وأنه لا بد أن يعاقب الناس. فالحكام والمحكومون كلهم أمرهم إلى الله عز وجل، من أظهر الخير قبل منه ومن أظهر الشر أخذ به، وأما حساب العباد فهو إلى الله عز وجل، ولذا قال علي رضي الله عنه اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.